السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة قناة التصوير بالمصري. معكم أحمد فتحي، والنهاردة نبتدي أول حلقات برنامج الإيديت المشهور، واللي هو بيبتدي بيه أي مصور فوتوغرافي في أول طريقه في تعديل الصور، وهو اللايت روم. اللايت روم ده برنامج تقدر تعمل من خلاله إيديت على الصور الفوتوغرافية، بحيث إنك تحول صورتك من صورة عادية لصورة احترافية. طبعا بالنسبة للمبتدئين فهو بسيط واستعماله مش صعب، وتقدر تعمل بيه صور احترافية. كل ما مستواك عالي في استعماله وكل ما فهمت أدواته، كل ما قدرت تعمل صور أكتر احترافية. هيبتدي برنامج بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تفتح البرنامج، دي النافذة بتاعت البرنامج، أول ما بتفتحه بتجيلك بيكون هنا library develop map، وهنا ازاي تحط صور. احنا هنبتدي النهاردة نظرة عامة على البرنامج، وازاي نمبورت صور في البرنامج او ندخل صور عشان نعمل عليها تعديل. البرنامج فتح لنا كده زي ما احنا شايفين على النافذة دي، وفي هنا على الشمال تحت كلمة امبورت او ادخال، فاحنا هندوس عليها فبيجيب لك هنا كل ملفات الجهاز بتاعك، سواء اي بارتيشن عندك، اي اسم، انت شوف صورك فين او صورة عايز تعمل لها اديتنج فين، وبخش تختارها وبتنزلها على البرنامج عشان تشتغل عليها. فانا عندي الصور هنا في فوتوز، وطبعا كنت محدد الفولدر اللي انا هشتغل عليه، فهنخش هنا ادي الصور، ده فولدر ودي كل الصور اللي فيه. هو كده كان عامل لي صح على كل الصور، يعني هو معلم كل الصور وهياخد كل الصور في البرنامج، بس انا مش عايزهم كلهم، عايز صورة واحدة بس. فبدوس على علامة الصح اللي هنا بخليها تروح مبقاش موجودة، وبختار فرضا صورة زي دي. الصورة كده دخلت جوه البرنامج، يعني اقدر اشتغل عليها دلوقتي. طبعا احنا مش هنشتغل من هنا، احنا بنخش على وضع الديفلوب ده. ده الوضع اللي هو زي ما تقول ايه، اديتنج احترافي. هو انا اقدر اعمل اديتنج من هنا بس حاجات بسيطه، مش كل اللي انا عايزه. فاحنا هنخش على الديفلوب ده، وفتح لي الصوره زي ما احنا شايفين، فتح لي القائمه على اليمين وعلى الشمال. ده هيبقى المساحه بتاعه شغلنا. طب احنا مش هنبتدي اي حاجه الحلقه دي في الشرح، بس احنا نظره عامه على البرنامج. فاول ما يفتح لك النافذه دي، في على اليمين هنا بيكون سلايدرات او زي مؤشرات تقدر تغيرها بحيث انها تغير لك تعديل الصوره. تقدر تقفلها من هنا، في سهم هنا تفتحه تقفله تختفي، وعلى الشمال نفس الكلام. وفي تحت هنا برضو زي قائمة كده بيجيب لك كل الصور اللي انت حاططها، فاحنا مش حاطين غير صورة واحدة بس، فهو مش جايب غيرها، واقدر اخفيه بحيث ان انا اوسع المساحة اللي انا شغال فيها. طبعا احنا هناخد ان شاء الله كل القوائم دي في حلقات متخصصة، كل حلقة هندرس فيها قائمة معينة. وبإذن الله معاكم لغاية ما نخرج الصورة من البرنامج ونعمل لها editing كامل، بحيث ان هو يخلي الصورة من صورة عادية لصورة احترافية او يديها لمسة جمالية اكتر. بس ملحوظة صغيرة عايز اقولها، الايديتنج ده او تعديل الصور من وجهة نظري عامل زي التوابل اللي بتتحط في الاكل او البهارات اللي بتتحط في الاكل. ده بيحب بهارات زيادة، ده بيحب بهارات قليلة، ده بيحب حاجات معينة، ده بيحب حاجات تانية. فالايديتنج ده ملوش قاعدة، يعني انا ممكن تعجبني الصورة وهي ابيض واسود، غيري ممكن تعجبه وهي الوان، أنا ممكن تعجبني الصورة وهي ألوانها عالية شوية، غيري ممكن تعجبه الصورة ألوانها هادية. بس المتفق عليه في الآخر إن الصورة الحلوة كله يتفق عليها إن هي حلوة، والصورة الوحشة كله يتفق عليها إن هي صورة وحشة. ويا رب تكون استفدتوا معايا، وتكون فهمت البرنامج بداياته بتبقى عاملة إزاي، وإزاي نخلط صورة فيه. أشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله، مع السلامة.